شهدت بورصة الكويت اليوم تسليما حقيقيا لدفة القيادة والإدارة للقطاع الخاص، حيث عقدت شركة بورصة الكويت جمعيتها العمومية العادية لمناقشة البيانات المالية وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بعد خصخصة 44% من أسهمها. ويتكون مجلس الإدارة الجديد من 8 مقاعد، يخصص منها للقطاع الخاص 5 مقاعد، وللحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقعدا واحدا، وهيئة أسواق المال مقعدين مستقلين. كانت عملية توزيع المهام على جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعدين تم مناقشة المواضيع اللي راح ندرسها إن شاء الله في الاجتماعات القادمة. تشكل مجلس الإدارة بعد ما اجتمع المجلس من رئيس المجلس حمد الحميضي ونائب الرئيس الأخ أحمد نيان، وأيضا تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.